من فيينا ينضم إلينا عبر الهاتف للحديث عن المقابر الجماعية المكتشفة في العراق واستمرار حملات التغيير الديمغرافي في المحافظات. معنا السيد زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي. أهلا بك سيد زياد. بداية، كيف تقرأ ظهور هذه المقابر الجماعية في العراق سابقا في الفلوجة وعمريتها والآن في ديالى، وما دلالات ظهورها بعد انسحاب الميليشيات من المناطق التي تسيطر عليها؟ تفضل. تحياتي لكم ولكل مشاهديكم في كل مكان. نعم، يبدو بأن الحقائق بدأت تتكشف في عدد من المحافظات العراقية، ومنها في نينوى وفي صلاح الدين والأنبار وكثير من المناطق التي كانت ضمن سيطرة تلك الميليشيات التي ارتكبت بجرائم بشعة ضد أبناء الشعب العراقي. هنا الحديث لحد الآن عن 11 مقبرة، 7 من هذه المقابر الحقيقة لم يكن هناك تنظيم داعش ولم يدخل تنظيم داعش في تلك المناطق. وهنا يبرز السؤال الأول، من قتل هؤلاء؟ فبكل تأكيد وحسب شهود العيان وحسب إفادات أشخاص من تلك المناطق أكدوا بأن ميليشيات العصائب، ميليشيات النجباء، ميليشيات بدر ارتكبوا جرائم كبيرة في تلك المناطق واقتادوا أشخاص، نساء، رجال، شباب بالعشرات وبالمئات في مناطق نائية، ونفذوا عمليات إعدام فورية بحق هؤلاء النازحين الهاربين من روح الحرب التي دارت ما بين تنظيم داعش الإرهابي وما بين الأجهزة الحكومية والميليشيات المرادفة لها. نعم سيد زياد، يعني على مر أسبوع أو بعد أسبوع على اكتشاف مقبرة الإسحاقي، السؤال هنا كيف تعاملت الحكومة مع مقبرة جماعية بهذا الحجم؟ هل كان تعامل الحكومة على قدر الحدث؟ هناك حقيقة 4 فئات في العراق من تعامل الحكومة مع 4 فئات فقط. الفئة الأولى وهو فئة المقابر الجماعية التي يقال بأن النظام السابق ارتكبها، وهي تهتم بها الحكومة بشكل كبير، علما بأن قسم كبير من تلك المقابر الحقيقة قامت الميليشيات والقوغاء في 1991 بارتكابها عندما قتلت وأحرقت ودمرت المدن في أصيانها. المسألة الثانية أو الفئة الثانية هم اليزيديين في قضاء سنجار، حيث فتحت مقابر كبرى في كوتو وغيرها عندما قام تنظيم داعش الإرهابي بارتكاب تلك المجاريس. والفئة الثالثة هي فئة المكون الشيعي مثل قضاء تلعفر وبعض المناطق الأخرى، أيضا اهتمت الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية. أما الفئة الوحيدة فهي العرب السنة، للأسف الشديد الحكومة لا تهتم بهذا الأمر ولا توفر الدعم ولا تجهز تلك المقابر بما يلق بها أو توفر الأجهزة وفحص الدي إن إيه لتلك المقابر والتعرف على تلك الرفات، وإنما دائما ما تحاول طمطمة هذا الموضوع بتواطئ مع سياسيين محسوبين على المكون العربي السني في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبقية المناطق والمحافظات الأخرى. سيد زياد، أمام هذه المقابر الجماعية، ألا ترى أن الثمن الذي دفع للسيطرة على هذه المناطق، ألا ترى أنه كان باهظا؟ ولماذا شاركت ميليشيات الحشد بالعمليات العسكرية أصلا مع أنه كان محرجا عليها المشاركة؟ وأضيف سؤال آخر، لماذا كل المناطق، هناك كثير من المناطق كان هناك عبور للمسلحين مثل ما عبروا مسلحين من سوريا إلى داخل العراق وفي باصات مكيفة، بينما في معركة الموصل لم يسمح لأحد بالعبور، وإنما حتى المدنيين قتلوا من قبل تنظيم داعش ومن قبل القوات الحكومية. الحقيقة لم تكن معركة تحرير بقدر ما هي معركة إبادة حقيقية، ولربما الشواهد كثيرة في مدينة الموصل القديمة. اليوم نشاهد دمار في كل مكان، ونشاهد جسور مدمرة، مستشفيات مدمرة، مدارس مدمرة، منازل مدمرة، محال تجارية مدمرة، مصانع. ومنذ 4 سنوات يستمر
مسلسل التدمير لحد الآن في كثير من المناطق التي تأبى الحكومة أن تتعامل معها على أنها منكوبة، رغم تصريحاتها ورغم وعودها بتنفيذ تفعيل قانون المناطق المنكوبة لسنة 1957، ولكنها للأسف الشديد لم تراعي هذه المسألة ولم تقم بواجبها تجاه مكونات محددة ومحافظات طيب سيد محددة. زياد، يعني مثلا ما الدافع أو ما الذي يدفع الحكومة للسماح للميليشيات بإحكام سيطرتها على هذه المناطق التي جئت على ذكرها؟ ما الداعي لوجود الميليشيات في هذه المناطق المنكوبة أصلا؟ هناك تخصيصات مالية يتم مصادرتها، هناك عقود يتم مصادرتها، هناك أراضي صدرت وذهبت أموالها إلى جيوب الميليشيات. الميليشيات تحاول اليوم فتحت بالفعل مكاتب اقتصادية لها، هناك أتاوات تفرض على دوائر الدولة كافة في المحافظات المنكوبة وخاصة في محافظة نينوى وثاني أكبر مدن العراق. هناك سيطرة تامة من قبل تلك الميليشيات على دوائر الدولة وتقاسم النفوذ مع بعض الشخصيات العربية السنية وسيطرت على تلك المقدرات. سيد زياد، عشائر صلاح الدين تحدثت عن وجود أكثر من 3000 مغيب ومفقود خلال أحداث العسكرية لاستعادة المناطق عام 2015 و2016. السؤال هنا، ما مصير هؤلاء ولماذا لم تتحرك الحكومة لفتح تحقيقات حول اختفائهم؟ ليست فقط صلاح الدين، هناك مناطق كثيرة جدا ويصل العدد إلى 25,000 إنسان مغيب في داخل العراق، على 10,000 على الأقل في محافظة نينوى و3,000 أو أكثر في محافظة صلاح الدين والأنبار وأجزاء من كركوك وديالة وحزام بغداد. هؤلاء مغيبين قصرا في معسكرات، قسم منهم في جرف الصخر وفي مناطق اكتشفت في بغداد وكثير من السجون السرية، وقسم آخر صفي وتم قتله مثل ما شاهدنا في عملية الفلوجة التي لم يدخلها تنظيم داعش، ومثل ما حدث في الإسحاقي وغيرها الكثير من المناطق. اليوم 11 مقبرة، 7 منها لم يدخل تنظيم داعش لتلك المناطق. هنا يقودنا السؤال، هؤلاء المغيبين لماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات ولم تفعل مذكرات القبض، القبض على القتلة والمجرمين ليست فقط في صلاح الدين وإنما حتى الذين ارتكبوا مجازر أخرى مثل في ديالة، جامع سارية، جامع مصعب بن عمير، منطقة بروانة، كثير من المناطق الحقيقة ارتكبت بها مجازر كبيرة، لكن الحكومة تأبى تفعيل مذكرات قضائية بحق الميليشيات لأنها تخشاها ولأن تلك الميليشيات من أتت بالحكومة. الصحفي العراقي زياد السنجري كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك.